أهلا بكم أصدقائي الأطفال، سندرس اليوم معا كتاب الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الدرس الرابع مع الأطفال الشطار. الدرس الرابع ترتيب الأعمال اليومية. سنتعلم في هذا الدرس كيف نرتب أعمالنا اليومية، وسنتعرف على الأيام وعلى الأوقات صباحا ومساء وظهرا. أقوم بأعمالي اليومية بحسب الوقت المناسب صباحاً أو ظهراً أو مساءً، فأنا أتناول إفطاري صباحاً، وأقوم بحل واجباتي ظهراً، وأقوم بتنظيف أسناني مساءً. اليوم الاثنين، أقرأ قصة في المكتبة. أمس الأحد، زرت معمل الحاسوب. غداً أستمتع بالسباحة. إذن اليوم الذي نعيشه هو اليوم، وأمس هو اليوم الذي مضى، وغدا هو اليوم الذي سيأتي. أنظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. ما هو اليوم الذي يقوم فيه بممارسة الألعاب الرياضية؟ الأربعاء. نعم إنه الأربعاء. وما هو اليوم الذي يقوم فيه بزيارة معمل الحاسب؟ الأحد. أحسنتم. حسنا، لنحل السؤال التالي. أكتب واحد أو اثنين أو ثلاثة لأرتب الأعمال التالية بحسب حدوثها. أولا، لابد أن يضع الولد البذور في التربة، بعدها ستنمو البذور وتصبح زهورا جميلة، وبعدها سيقطف الولد الزهور ويضعها في زهرية جميلة ليزين بها المنزل. أنظر إلى جدول النشاطات وأحوط اليوم الذي يتم فيه النشاط. ما هو اليوم الذي يقوم فيه بزيارة الأقارب؟ السبت. أحسنتم إنه يوم السبت. ما هو اليوم الذي يقوم فيه بزيارة المكتبة؟ إنه يوم الاثنين. نعم إنه يوم الاثنين. ألون اليوم بالأحمر، ويوم أمس بالأصفر، ويوم غد بالأزرق. ما هو اليوم؟ اليوم هو الاثنين، إذن سألون اليوم باللون الأحمر. يوم أمس هو اليوم الذي مضى، إذن يوم الأحد هو يوم أمس. يوم غد هو اليوم الذي سيأتي، إذن الثلاثاء هو يوم الغد. أكتب أيام الأسبوع بالترتيب مبتدئا بيوم الثلاثاء. حسنا، لنبدأ بيوم الثلاثاء. الثلاثاء، ثم بعده يأتي الأربعاء، بعدها يأتي الخميس، بعدها يأتي الجمعة، بعدها يأتي السبت، بعدها يأتي الأحد، بعدها يأتي الاثنين. حسنا، سنستمع الآن إلى نشيدة أيام الأسبوع لكي نحفظ أيام الأسبوع جيدا. أيام الأسبوع سبع، نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين، يقسم أسبوعي نصفين، ثم يكون الثلاثاء يا صحبي فالأربعاء، ثم يكون الثلاثاء يا صحبي فالأربعاء، ثم خميس ثم جمعة. أيام الأسبوع سبعة، ثم خميس ثم جمعة. أيام الأسبوع سبعة. أيام الأسبوع سبعة، نبدأها من يوم الجمعة. سبت أحد والاثنين، يقسم أسبوعي نصفين، ثم يكون الثلاثاء يا صحبي فالأربعاء، ثم يكون الثلاثاء يا صحبي فالأربعاء، ثم خميس ثم جمعة. أيام الأسبوع سبعة، ثم خميس ثم جمعة. أيام الأسبوع سبعة. أحسنتم يا شطار.
لقد كنتم رائعين حقا. لا تنسوا أن تشتركوا في قناتنا لكي يصلكم كل جديد. أيضا لا تنسوا أن تشاركوا فيديوهاتنا مع أهلكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. مع السلامة.